خطورة الجيش من خلال هذه المباراة. الجيش أيضا ما استغل ظروف الأهلي، يعني الأهلي الآن يعاني في الدور الهجومي من غياب سيمون وأيضا عماد الحسني للإصابة وخرج بعد 20 دقيقة من الشوط الأول. كل هذه ظروف يفترض بأن الجيش يستفيد ويستغل هذه الظروف. سوء التمركز وسوء حالة الدفاع الجيش اليوم كانت واضحة، إن كان أندرسون، ماركوني، وأيضا سعد سطام، وأيضا مصعب محمود. إذا خط الدفاع بكامله أنا أشوف أن هناك في أخطاء فردية يرتكبها هذا الخط، وأيضا في سوء تمركز، وأيضا الرقابة، وأيضا في عملية التغطية. مثلا هذا الاختراق الذي قام فيه برونو، أنا أعتقد من الصعب أن يقوم بعملية اختراق في ظل وجود سبع أو ست أو سبع مدافعين بهذه الصورة. هذا دليل واضح بأن دفاع الجيش في هذه المباراة أو في هذا الشوط لم يكن موفق وكان سيء بمعنى الكلمة. والعكس تماما يا أخوي حمد، أنه الفاعلية الهجومية بالنسبة لنادي الجيش هناك في يعني نوع من الفردية في أداء اللاعبين، وتحدثنا بالنسبة للكابتن أدريان، يعني هناك يعني لو كان في هناك أعتقد في جماعية نوعا ما، يعني في كورة كانت هجمة مرتدة سريعة جدا، فضل انه هو يمشي بالكورة، لكن لو انه هو ربعها لعبها في الطرف الايسر كان هناك واحد من اللاعبين، وايضا الايمن والايمن كان في احد من اللاعبين ماشيين معاه. هنا الكرة اللي عمل فيها مجهود كبير اللاعب عقيل بلغيث، ونحن تحدثنا عن هذا اللاعب في بداية الاستوديو وكيف استفاد المدرب من إشراك هذا اللاعب في هذه المنطقة اللي أضاف الكثير والكثير في هذه المنطقة. ونحن شفنا لو تلاحظ الشوط الأول كانت الجهة اليمنى بوجود عقيل بلغيث بصراحة كانت يعني منطقة خطيرة جدا بيمثل فيها خطورة اللاعب عقيل بلغيث من خلال انطلاقاته في الطرف الأيمن، طبعا أكيد بالمساعدة مع الزميل أو زميله كابتن تيسير الجاسم، لأنه دائما أنت لما يعني أنت لاعب وسط والظهير لما يكون جنبك ظهير مهاجم أو مساعد متحرك أنت تعطيله الفرصة كلاعب وسط أنه هو يتقدم. ليش؟ لأنك أنت تدخل إلى العمق، عندما تدخل من إلى العمق أكيد يجي الظهير يغطي في العمق معك، وإلا سوف تصبح لاعب زائد فارغ فاضي، ممكن أنك أنت تسبب إزعاج في العمق الهجومي. بالنسبة لي هنا أيضا الكرة اللي لعبها أيضا اللاعب، شوف التسديدة رائعة جدا من برونو، أيضا تصدي جميل، تصدي أكثر من جميل ورائع، وحضور هذا الحارس اللي حتى الآن يقدم مستوى رائع جدا أحمد سفيان. أحيي هذا صراحة اللاعب على مستوى على أدائه في الشوط الأول. أيضا حمد، اللامركزية التي يتبعها الآن فريق الجيش خاصة في الدور الهجومي، أنا أعتقد هذه أضعف الدور الهجوم أو القوة الهجومية في فريق الجيش. يعني تجد أدريانو على الطرف الشمال، تجد كريم زياني في الوسط، تجد ماجد على الطرف الأيمن وفاقدر، وعملية التدمير مستمرة. يعني هذه إذا لم يتفق عليها ويكون التفاهم منسجم وكبير، أنا أعتقد أنه ما لها داعي عملية تغيير المراكز بشكل مستمر. أدريانو إحنا نعرف دائما ما يكون رأس حربة صريح في منطقة الجزاء، إنما يكون على الطرف أنا أعتقد قل دوره، كما هو الحال بالنسبة لكريم زياني. كريم زياني وذكر زميل محمد من دغيل بأن هناك في فردية في العمل تمثل في أدريانو، وأيضا كريم زياني يفترض بأن يسرع الكرة.